أحسن الله إليكم. سؤاله الثالث والأخير يقول فيه: ماذا يجب علي أن أفعل إذا وجدت أخي الكبير يعامل أمي بجفاء وقد نصحته مرتين ولم يستمع إلى نصحي؟ هل أقاطعه أم ماذا أفعل؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. عليك بمناصحته وتحذيره من غضب الله سبحانه وتعالى، فإن لم يمتثل ورأيت أن حجره ومقاطعته يؤثران عليه فيخجل ويتوب، فإنك تهجره وتقاطعه حتى يتوب. أما إذا كان هذا لا يؤثر فيه فإنك لا تهجره ولا تقاطعه، ولكن تواصل معه النصيحة لعل الله أن يهديه. نعم.